السلام عليكم. طبعا سلسلة تطوير فراك من الصفر مستمرة مع تاني يوم النهاردة مع فريق قادش، ويعتبر ده أول يوم أصلا في الدوري، فبالتالي عندنا أول مباراة هتكون ضد الميريا في الدوري، والنهاردة هنحضر للمباراة بحيث إن احنا نشوف هنعمل إيه قبل المباراة، وكمان نشوف النتيجة ونشوف إيه اللي حصل بعد المباراة، وفي الأخير أنت تشوف الفيديو على بعضه قبل وبعد، والتشكيلة اللي أنا لعبت بيها عملت إيه وكانت كويسة ضد الخطة اللي بيلعب بيها الخصم ولا لأ. فطبعا النهاردة هنعرف الخطة اللي بيلعب بيها الخصم وازاي هواجهه، وهو اقوى مني ولا انا الاقوى منه، والكلام ده كله هتفهم صدقني جدا جدا، وهتستفيد بحيث ان انت ازاي تتصرف ضد الخصم اللي بيلعب ضدك اذا كان اقوى او مساوي او اضعف. فمش طالب منك غير ان انت تنزل دلوقتي، تنزل تخبط اللايك على النيف وتشترك لو انت مره تتفرج علينا، وبينا نبتدي في الدوري مع بعض. بص يا سيدي، في البدايه هو يعني انا حابب اقول لك ان انا اتفاجئت ان في اول جوله في الدوري الراجل يعمل لي تدريب سري. انا الصراحه ما كنتش اتوقع حاجه زي دي خالص، ولكن مفيش مشكله، الراجل طالما عمل لي تدريب سري. انا كنت شايف التشكيله اصلا قبل ما يعمل التدريب السري، وكان بيجرب اعتقد في 4-3-3. فعموما احنا كده مش هنعرف التشكيله اللي هو بيلعب بيها، فهنعتمد على تشكيله بحيث ان هي تكون مأمنه دفاعيا، وفي نفس الوقت تكون قويه هجوميا، وفي نفس الوقت اقدر ان انا اقتنص الثلاث نقاط من المباراة الاولى في الدوري ايا كانت الخطة اللي بيلعب بيها الخصم، لان طبعا الى الان مش عارف هو بيلعب بخطة ايه. عموما دخلت على فريقه واشوف الراجل ده عامل ازاي، فريقه قوي ولا ضعيف ولا غيره. لقيت الصراحة الراجل اشترى لوتارو مارتينيز في خط الهجوم 85، وده بحد ذاته يعتبر يعني راس حربة قوي جدا، فبالتالي محتاج قلوب دفاع تغطي مكان راس الحربة ده، لان طبعا قوته 89 اقوى من المدافعين اللي عندي بكتير جدا. المدافعين اللي عندي لو رحنا بصينا عليهم، اقوى واحد عندي ده الواو هتلاقيه 75، فبالتالي الميزه هتكون عند الخصم، هو اللي عنده راس الحربه بتاعه اقوى من الدفاع بتاعي. ففي الحاله دي لجأت على طول لخطه بتلعب بخمسه دفاع، بحيث ان في ثلاثه قلوب دفاع في المنتصف، مهما كانت قوه راس الحربه اللي موجود الثلاثه دول باذن الله يقدروا ان هم يوقفوه بشكل كويس جدا، عشان خاطر ما يقدرش ان هو يسجل علي اي هدف. فبالتالي انا لقيت ان ده حل مثالي جدا، لما لقيت عنده مارتينيز قدام لوتارو مارتينيز قلت اكيد هيعتمد عليه، فبالتالي انا اقفله بالخمسه دفاع. انا عموما كنت هلعب 4-4-2، ولكن حبيت ان انا اقفله عشان خاطر لو طارو مارتينيز ما يقدرش يقتنص اي فرص خالص للتهديف. برده حطيت له لو حب يلعب لي على اجنبه ويتذاكى عليا يعتبر، فجبت له الدال شين ماريو روي، وجبت له كمان الدال يهدال 75، بحيث ان انا اقدر اقفل له الاطراف، بحيث ان هو لو لعب على الاجناب يكون عندي باكات اقوى اصلا من الهجوم بتاعه. يعني هو الهجوم بتاعه ما عندوش غير لو طارو، وباقي الهجوم كله 75 بتاع، فبالتالي الباكات بتوعي اقوى من المهاجمين عنده، فبالتالي هو مش هيقدر يلعب على الاجناب. بالتالي في نص الملعب هو يعتبر نقطه ضعف بالنسبه لي، ولكن بما انه مش فريقه قوي فبالتالي احنا متقاربين نص الملعب عنده في اعتقد اللاعب 75. نروح على تشكيلته كده هنلاقي ان عنده فعلا اقوى لاعب موجود 75، والثاني 74، والثالث 73. فلو رجعت للتشكيله هلاقي ان انا مثبت له واحد 75 اهوت اللي اسمه الكاريز ده او الكراز، الراجل قوته 75، فبالتالي هو معادل لخط النص عنده. وفي نفس الوقت حطيت له أليكس فرنانديز صانع العاب، بحيث ان هو يدي تمويل لخط الهجوم عندي اللي فيه ثلاثي الهيه شين 77، راس الحربه 76، والهيه اللي موجود معايا ال 74. لو رحت على تشكيلته عشان اشوف خط الدفاع بتاعه هنلاقي ان هو في خط الدفاع عنده الدال شين 75 والدال يه 73، فبالتالي انا الاجناب عندي اللي موجودين في الهجوم كده يعتبر معادلين ليهم او اقوى نسبيا نوعا ما. عنده الدال واو موجود 73، وكمان الدال واو الثاني 72، فبالتالي انا كده عندي راس الحربه متفوق، وكمان الحارس عنده 75، فبالتالي الميزه هتكون عندي للتسجيل اعلى بسبب ان خط الهجوم بتاعي اقوى من قوه الحارس بتاعه، فلو سددت هتكون الافضليه ليا. وكمان الاجناب في خط الهجوم اللي هو الهشين والهيه اللي هم الاجنحه اقوى من الباكات بتوعه، فبالتالي لو اخترقت من على الاجنحه هيكون برده الميزه القويه ليا انا. فبالتالي انا يعتبر وظفت الخطه كويس قوي، بحيث ان هي مهما كان خطته اللي هيلعب بيها انا اعتمدت على خطه مقفله في خط في كل خط يعتبر. هي ممكن نقطه القوه اللي تبقى ليه لو لعب قصادي باكتر من 4 في خط النص، يعني لو لعب 4 في خط النص او 5 دي هتدي له ميزه ليه هو، عكس ما تبقى ميزه لي انا بسبب ان انا سايب له 2 بس في نص الملعب، فهو هيسيطر على الملعب بالطول والعرض زي ما احنا عارفين. طبعا دكه البدلاء اللي برده ما غفلتش عنها، اهتميت بيها زي التشكيله بالظبط زي ما انت شايف. نقطه الضعف معايا كانت حارس المرمى اللي قوته 65، وده الحارس الاحتياطي اللي ممكن يشككك ان لو الحارس الاساسي بتاعك اتصاب
انت يعتبر هتلبس مصيبه ان يبقى معاك حارس 65 على الدكه، فدي مجازفه كبيره جدا جدا وانا خدت بالي منها، ولكن ده كان على حساب ان انا اشتري لعيبه زي ماريو روي حارس اللي هو الدارشين اللي موجود معايا، او حتى لويس بوتر اللاعب الجناح الشمال اللي معايا في خط الهجوم قدام، وده كان بالنسبه للتشكيله. اما التكتيك بقى اللي كان يعتبر لا تكتيك قوي بحيث ان انا اندفع، ولكن ولا تكتيك دفاعي بحيث ان انا ادافع ورا بشكل كبير جدا، لا هو كان تكتيك متوازن، هجوم مرتده هتكون عقليه كويسه جدا بحيث ان هو معاه لوتارو مارتينيز فاكيد هيندفع للهجوم عشان يخلق فرص للوتارو ان هو يسجل بيها اهداف، فاستغل انا ده بهجوم مرتد على ملعبي كمان، فبالتالي الهجمه المرتده هتكون منظمه كويسه جدا. التمركزات اللي ثبتها كلها في مكانها، هتقول لي ليه طيب ما رجعتش الوسط يساند الدفاع يا عم؟ هقول لك لاني عملت حسابي في حاجه ان انا على ملعبي، فبالتالي مش عايز اسيب له الاستحواذ، بالتالي انا عايز اكون واقف على رجلي في الملعب، الدفاع يكون بيدافع كويس جدا في مكانه، الوسط ما ينزلش يساند الدفاع، لا الوسط يكون موجود برده في مكانه بحيث ان هو يقدر يقارع يعتبر خط النص بتاع الخصم ويقدر يستحوذ على الكره، وكمان ادي فرصه لصانع الالعاب اللي انا حاطه في نص الملعب ان هو ياخد حريته في منتصف الملعب كامله، ان هو يقدر يصنع لعب للجناح اليمين والجناح الشمال وكمان راس الحربه، فده كان سبب تثبيت التمركزات اللي في التشكيله. اما الرقابه اللي كالعاده دفاع المنطقه والتسلل اللي كالعاده برده هيبقى لا، لان انا طبعا لعيبتي مش قويه ان هي تقدر تلعب على التسلل والكلام ده كله. اما يا سيدي الارقام فاللي حطيتها له 40 ضغط متوازن، اول التوازن في الضغط يعتبر بحيث ان انا ابدا اضغط من نص ملعبي، اسيب له فرصه شويه بحيث ان هو يمسك كوره وفي نفس الوقت يفتح لي مساحات يديني الفرصه ان انا اقدر اضربه بالمرتده الصحيحه، ان اقدر استغل المساحات اللي هتكون في ظهر فريقه واسجل منها اهداف. عقليه دفاعيه نوعا ما نظرا لان فريقه اقوى مني نسبيا في معدل قيمه الفريق، هو اقوى مني في معدل قيمه الفريق بنسبه بسيطه جدا اعتقد ب 400 مليون ولا حاجه، ب 400 الف عفوا، فبالتالي عشان كده حطيت العقليه دفاعيه هتكون 30 كويسه جدا مع ايقاع لعب تمرير سريع 65، ما علتش ايقاع اللعب نظرا لان الفريق بتاعي اصلا مش قوي ان هو يجاري تمرير سريع عالي جدا، ف 65 كان رقم مميز جدا. قطع الكرات عملته عنيف بسبب ان الحكم، لو رحنا دلوقتي هتلاقي الحكم لونه ازرق، فبالتالي عنيف مع الحكم اللي لونه ازرق جميل جدا، كنت بفكر كمان اعمله متهور ولكن قلت لا بلاش عشان خاطر اتفادى الانذارات الكتير، احنا لسه في اول مباراه في الدوري. فبس كده ده كان بالنسبه للتكتيكات. المتخصصون طبعا حطيت قائد الفريق اكبر واحد في الفريق، حطيت ضربات الجزاء راس الحربه اللي موجوده عندي، طبعا الضربات الحره حطيتها سبتها لصانع الالعاب اللي موجود معايا في منتصف الملعب، والضربات الركنيه سبتها لاقوى واحد في الفريق يعتبر الجناح الباك الشمال بتاعي مارو روي اللاعب البرتغالي اللي موجود معايا في خط الدفاع. وده كده كان بالنسبه لما قبل المباراه والتحضير الكويس جدا، فاضل ساعتين الا تلت يعتبر على المباراه. فالى هنا يعني اتمنى ان انت تكون دعمتنا باللايك، الفيديو لسه ما انتهاش، طبعا المباراه هتتلعب وارجع لكم اكمل الفيديو على طول واقول لكم ايه اللي حصل في نتيجه المباراه دي وانهي الفيديو ساعتها، ولكن لو انت وصلت لحد هنا فاتمنى انك تكون دعمتنا باللايك، ولو بالمره كده لو انت مش مشترك القناه فاشترك عشان هتستفيد جدا، قدامنا 43 جوله مع بعض باذن الله هفيدك كل جوله اكتر من الثانيه تطلع بنقطه تستفاد بيها باذن الله لحد ما تبقى لاعب محترف جدا في 43 جوله فقط. فالى هنا شكرا لك على المشاهده الى هنا، وارجع لكم مع نتيجه المباراه مع بعض. طيب يا سيدي انا قلت لك ان احنا هنرجع بعد المباراه ما تتلعب، والحمد لله المباراه اتلعبت، وادخل الاقي مدرب الميريا استقال، يعني دي بشره خير لما هو قادم او لما حدث في المباراه. بس على فكره ان مدرب يستقيل من اول جوله غريبه، انا حاسس ان في حاجه غلط او هو عمل حاجه مثلا، ممكن يعني مش عارف الصراحه، هو كان عامل تدريب سري بس يعني ممكن يوصل لمعسكر تدريب، الصراحه صعب قوي ان هو يعمل معسكر تدريب في اول جوله ضد قادش اللي هو يعتبر اقوى منها اصلا، فغريبه الصراحه. الراجل ما شاء الله اربع هجمات اديها 27 28 الماتش مولع يا جدعان، اول هجمه ليا في الدقيقه 37 شوط اول، هجمات اربعه للخصم مقابل واحده بس ليا، يعتبر قليله جدا من نظرا للي انا كنت مستنيه، ولكن هنشوف في الاخر النتيجه هتصبح كام كام في نهايه المباراه. اصلا يبتدي الشوط الثاني يا بطل، وزي ما انت شايف الدقيقه 48 انذار ليه كويس، 1-0 يضغط يا سوبرينو هو اللي سجل هدف عندي، راس الحربه بتاعي اللي انا كنت طبعا قايل لكم عليه في التشكيله، طبعا لويس بيوتر الراجل عامل ويهوجي كمان، خط الهجوم عندي مولع يا جدعان، هجمات والله ما شاء الله عامل شغل عالي جدا، 1-0 هي نتيجه المباراه.
هي بالفعل نتيجة المباراة 1-0 يا جدعان. انتهت أول مباراة تدريب السري الذي قام به الخصم أربكة اللاعبين لأنهم ما استطاعوا تحضير، أرى أنه لا يكون الكابتن. تمام مفيش مشكلة يا سيدي. ويا جدعان يا جدعان المفاجأة يا جدعان المفاجأة يا جدعان، الراجل كان عامل لي معسكر تدريب أصلا، يعني أصلا الراجل عمل تدريب سري وبعدين عمل معسكر تدريب وأنا ما خدتش بالي وما جاش في دماغي أصلا إن هو هيعمل معسكر تدريب خالص والله العظيم، ولكن بالفعل بيعمل معسكر تدريب وبفوز عليه كمان بنتيجة 1-0. ويجي يقول لي كمان التدريب السري الذي قام به الخصم أربكة اللاعبين، ويقول لي ان الكابتن اللي كان ماسك الفريق ما ينفعش يكون هو الكابتن المؤهل بعد كده. طبعا انا اشتريت لاعب وحطيته مكان قلب دفاع عندي، فبالتالي هو بيتكلم عليه. وكمان الاحصائيات ليا، يعني يا جدعان اقسم بالله رعب رعب في الماتش ده يا جدعان، 7 تسديدات ليا و6 للخصم، وكمان كنت بلعب كان بيلعب بخطة 4-2-3-1، يعني زي ما قلت لكم كان بيلعب بخمسة في خط النص، وكمان الاستحواذ كان ليا بنسبة 53%. ممكن نبص على تشكيلته بس الصراحة مش هنعرف، يعني حتى الأسماء اللي موجودة ممكن ما نعرفش هي دي في مكانها الصحيح ولا لأ، ولكن مش مهم. المهم إن 3 نقط اتضافوا للفريق يا جدعان، وإحنا دلوقتي في المركز التاسع. طبعا كلنا 3 نقط كده ما شاء الله، أول 10 مراكز مفيش حد تعادل، كلهم كسبوا، يعتبر 10 فرق ال10 فرق كسبوا. وعندك ريال مدريد، ريال مدريد كسب، برشلونة هو اللي خسر وموجود في المركز 19. طبعا قيمة الفريق زي ما انتم شايفين احنا وصلنا بيها، عدينا الميريا يعتبر اللي كان بيلعبنا، ولا هو فين راح فين الميريا؟ استقال اصلا، فانا مش الصراحة او نزل فعلا بالقيمة ل94، فبالتالي معدل قيمة اللاعب عنده 4.3، ده اللي كنت بقول لكم عليه، معدل قيمة اللاعب عندي 3.9، فهو اغلى مني اصلا ب400,000 في معدل قيمة اللاعب، ولكن بالفعل قدرنا ان احنا نتفوق عليه بالتشكيلة اللي قلت لكم عليها قبل طبعا ما نقطع ونرجع نصور بعد المباراة ما اتلعبت. كانت 5-2-3، تشكيلة مثالية، الاهداف والتقييمات والشغل العالي جدا من الدفاع. طبعا عبالي الماتش ما اتلعب اشتريت تياجو سيلفا، وبالتالي اللاعب ده هو اللي بقى القائد، فانا نسيت اعدل المتخصصون. وبكده ده كان الفيديو معانا النهارده في اول جوله في الدوري الاسباني قدرنا نتفوق فيها على معسكر التدريب، فاكيد الفيديو ده ما ينفعش تعدي من غير ما تديله لايك وتشترك بالمره في القناه عشان تستفيد بتكتيكاتنا القويه المذهله جدا اللي هتقدر تفوز بيها على معسكرات التدريب. بالتوفيق للجميع ورمضان كريم عليكم كلكم، تقبل الله منا ومنكم صيام رمضان، واشوفكم في فيديوهات جديده وحلقه جديده بقى من مهمه التطوير او حلقه ابتدائية لفيفا 23. اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.